يوم من تراجع ضربات الجوية التي نفذها التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي، فاجأ التحالف العربي الميليشيات خلال 3 ساعات الماضية بضربات نوعية في محافظات مارب والجوف وحجة. ونفذ طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أكثر من 25 غارة جوية على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات القتالية، وكبد الميليشيات خسائر فادحة. بالمقابل اعترفت ميليشيا الحوثي بتعرض قواتها لسلسلة ضربات جوية من طيران التحالف، وقالت إن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو 5 غارات مواقع وتجمعات حوثية في مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، فيما استهدف طيران التحالف بحسب الميليشيات بنحو 7 غارات جوية تجمعات ومواقع عسكرية للميليشيات الانقلابية في مديرية الجوبة والوادي محافظة مأرب. وفي محافظة حجة قالت ميليشيا الحوثي إن طيران التحالف استهدف تعزيزات عسكرية ومواقع تابعة لها بنحو 15 غارة جوية في مديريتي عبس وحرد. وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق تنفيذ 19 عملية لاستهداف الميليشيا الحوثية في محافظتي حجة ومأرب، مؤكدا تدمير 13 آلية عسكرية لميليشيا ومقتل عشرات من مقاتليها. ميليشيا الحوثي الساعات الماضية بخسائر فادحة في الأعتاد والأرواح بجبهة حرت في محافظة حجة شمال اليمن، حيث خسرت ميليشيا الحوثي عدد كبير من مقاتليها بينهم قيادات عسكرية بارزة في الميليشيات بضربات موجعة نفذتها مقاتل التحالف العربي لدعم الشرعية. وقالت مصادر عسكرية وميدانية أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية تعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي بمدينة حرد. وأوضحت المصادر أن طيران التحالف استهدف بنحو 4 غارات رسل عسكري للحوثيين في مدينة حيران، ما أسفر عن إحراق عدة آليات عسكرية وثقب بمن عليها من مقاتلي الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وعسكرية بارزة. الضربات الموجعة للحوثيين لم تنتهي باستهداف التعزيزات، حيث شن طيران التحالف أكثر من 20 غارة جوية مواقع وتجمعات للميليشيات في مدينة حضرت، مكبدا للحوثيين خسائر فادحة في الأعتاد والأرواح. دفعت الميليشيا الحوثية بقيادات من الدرجة الأولى لقيادة العمليات العسكرية في جبهات القتال المشتعلة في محافظة حجة والتي منيت الميليشيا فيها بخسائر فادحة. وقالت مصادر مطلعة أن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم والذي يشغل قائد الاستخبارات العسكرية للميليشيات يقود بنفسه عملية وضع الخطط العسكرية في محاولة من الحوثيين لاستعادة المواقع التي فقدتها خلال الأسبوعين الماضيين. وأضافت المصادر أن قيادات حوثية أخرى تكفلت بعملية التحشيد ورفع معنويات عناصر الميليشيا الحوثية المنهارة، وهم القيادي في الميليشيا فارس الحباري والذي يشغل منصب محافظ محافظة دمار. وأوضحت المصادر أن قيادات أخرى من الصف الأول لميليشيا الحوثي تتواجد في جبهات حرد وعبس بمحافظة حجة.